صباحكم خير وسعادة وفرح، أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات أون تايم سبورتس في كل مكان. حلقة جديدة من صباح أون تايم. النهاردة عندنا موضوعات كتير هنتكلم فيها، وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباريات السوبر، وزي ما بنقول متعة وإثارة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس. هنكون معاكم في تغطية خاصة في صباح أون تايم، هكون معاكم لمدة ساعة ونص من دلوقتي. فرح علي في صباح أون تايم. انطلاق منافسات بطولة السوبر المصري للأبطال، بيشارك فيها أربع أندية هم النادي الأهلي بطل الدوري، نادي بيراميدز وصيف كأس مصر، نادي سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ونادي مودرن فيوتشر رابع الدوري. عندنا النهاردة مبارتين، الأولى هتجمع ما بين فريق بيراميدز مع مودرن فيوتشر الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، زي ما حضراتكم عارفين طبعا المباراة مقامة في الإمارات. الثانية هتجمع الأهلي مع سيراميكا كليوباترا وهتقام الساعة 7 مساء. المبارتين زي ما احنا عارفين مفيش فيهم وقت إضافي، في حالة التعادل هيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي. نشوف مع حضراتكم دلوقتي تقرير عن انطلاق بطولة كأس السوبر المصري للأبطال ونرجع نكمل كلامنا. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة 21 من كأس السوبر المصري، والذي يقام بنظام المواجهات الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه. أربعة فرق يتنافسون على اللقب المحلي: الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا، حيث يواجه بيراميدز فيوتشر في نصف النهائي الأول، فيما يواجه الأهلي سيراميكا في نصف النهائي الآخر، على أن يلتقي الفائز من المباريتين في النهائي يوم الخميس المقبل. البداية بيراميدز وفيوتشر، حيث يفتتحان حكاية نصف النهائي الأول في لقاء لن يكون سهلا على الفريقين في ظل رغبة الثنائي القوية في التأهل للنهائي المحلي. ويعد فريقي بيراميدز وفيوتشر من أقوى الفرق على الساحة الكروية المصرية في السنوات الأخيرة، حيث يسعى بيراميدز لبلوغ النهائي الخامس والثاني على التوالي في السوبر المصري، أملا في التتويج بأول لقب ووضع النجمة الأولى على قميصه، بينما فيوتشر يسعى لبلوغ النهائي الثاني منذ صعوده لمنافسات الدوري، أملا في إضافة لقب ثان إلى خزينته بعد لقب كأس الرابطة الذي توج به الموسم قبل الماضي. وفي حكاية نصف النهائي الثاني، يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في التتويج بالبرونزية الرابعة في تاريخه بمونديال الأندية. الأهلي يبحث عن لقب جديد في كأس السوبر وخوض السوبر 18 في تاريخه، إلا أن مهمته لن تكون سهلة أمام سيراميكا الذي يبحث عن بلوغ النهائي الثاني في تاريخه بعد نهائي كأس الرابطة والذي توج بلقبه الموسم الماضي. ورغم أن التفوق التاريخي في صالح الأهلي خلال 7 مواجهات، إلا أن فريق سيراميكا دائما ما يكون ندا قويا للأهلي، ولعل آخر ذلك مباراة الدوري والذي فاز فيها الأهلي 2-1 بهدف أفشة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. في النهاية طموح نهائي سوبر يراود 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، فمن ينجح في حجز مقعده في نهائي سوبر الأبطال يوم الخميس المقبل. المباراة الأولى بيراميدز مع فيوتشر مباراة متكافئة، الفريقين ماشيين بشكل كويس جدا في مسابقة الدوري آخر موسمين. طبعا السكواد في بيراميدز وفيوتشر بقى عندهم خبرة بعد أكثر من مشاركة في البطولات القارية على مدار الفترات الأخيرة. موقف بيراميدز في بطولة الدوري مع مدربه البرتغالي جيمي باشيكو بيحتل صدارة الترتيب مع 17 نقطة من 8 جولات، هداف الفريق هم في مسابقة الدوري الكونغولي فاست مايلي مسجل 4 أهداف، والجنوب أفريقيا فخري لاكاي مسجل هدفين، عبد الله السعيد مسجل هدفين، وطبعا نجوم الفريق سواء كان مصطفى فتحي، رمضان صبحي، وليد الكارتي ومحمد الشيبي. في المقابل النادي مودرن فيوتشر مع مدربه البرتغالي ريكاردو احتل المركز الثامن في مسابقه الدوري مع 13 نقطه من 8 جولات، ابرز هداف الفريق هم عمر كمال عبد الواحد مسجل هدفين. وطبعا من اهم نجوم الدوري المصري بدون شك سواء كان بنتكلم على مودرن فيوتشر او حتى على منتخبنا المصري او وجوده مؤثر ازاي مع المنتخب المصري، بدون شك كمان المهاجم احمد عاطف، رغم انه بقاله فتره ممكن نقول مش بنفس الاداء او المستوى اللي كان عليه المواسم اللي فاتت، ولكن هو والنجم التونسي برضو ايمن الصفاقسي الاثنين منورين والاثنين مقدمين اداء رائع جدا خلال الفترات اللي فاتت. وموقف الفريق في البطوله الكونفدراليه ماشيين بشكل كويس معهم 7 نقط، ولو كسبوا
مباراة واحدة أمام الهلال الليبي أو سوبر سبورت الجنوب إفريقي هيتأهلوا على طول مباشرة للدور ربع النهائي. بشكل عام لو احنا قيمنا المواجهة دي هنقول مواجهة كبيرة ما بين بيراميدز وفيوتشر في الإمارات، مباراة هنقول عليها خارج كل التوقعات. مهما قعدت تفكر ممكن النتيجة بتاعت المباراة دي تكون عاملة ازاي برضو مش هتعرف توصل للنتيجة، ولكن بالتأكيد وبدون شك هتكون مباراة مثيرة وممتعة، والاتنين هيكون عندهم نفس الطموح نفس الشغف نفس الإصرار علشان يقدموا شيء مميز وعرض يليق باسم الفريقين. تعالوا نشوف معاكم كده جزء من المؤتمر الصحفي للمباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي كلامنا. بطولة قصيرة، يعني أنا جاي البطولة دي طبعا فيها أربعة من أفضل الفرق في الدوري المصري أو في البطولات المصرية. الأربع فرق ممكن كلهم يخرجوا بالبطولة، بس بيراميدز بالذات احنا يعني أنا بقالي تقريبا سنة هنا في النادي بقول إن احنا كل ماتش بنبقى بندخله بنبقى داخلين علشان نكسب، داخلين علشان ناخد منه المكسب. الماتشات اللي جاية طبعا احنا جايين بكل الشغف وبكل القوة ان احنا نقدر نمثل الكرة المصرية، نلعب كورة كويسة جدا، نلعب كورة بكواليتي عالية قدام فيوتشر بكرة ان شاء الله، نلعب ماتش كويس ونخرج ان شاء الله بالمكسب ان شاء الله. بطولة قصيرة، بطولة من اربع فرق، ماتشين تقريبا لكل فرقة، فطبعا لازم بيراميدز يعمل اللي عليه، يعمل اقوى حاجه نقدر نحاول بقدر الامكان ان احنا طريقه اللعب وطريقه التجهيز تبقى على اعلى مستوى. انا عارف ان بيراميدز علشان يوصل او اي فرقه علشان توصل للنهائي لازم تعمل كل اللي عليها، لازم تعمل 100%. طبعا احنا هنقابل بكره ماتش، الماتش بكره يبقى قصاد فرقه فيوتشر. فرقه فيوتشر بتتطور سنة عن سنة، عندهم لعيبة كويسة جدا، عندهم لعيبة على كواليتي عالي، عندهم مدرب أنا أعرفه شخصيا مدرب كويس جدا، بس برضو إحنا جايين نعمل علينا، نعمل 100% علشان نوصل للنهاية إن شاء الله. طيب خليني أقول لك إن بيراميدز الفترة اللي فاتت كانت من أقوى الفرق في مصر، كانت بتقدم كرة كويسة جدا، الكرة اللي كنا بنلعبها بتوري ازاي اللعيبة لعيبة قوية، لعيبة عندها كواليتي، بتعرف تقف كويس في الملعب، بتقدر تمسك كورتها كويس وبتقدر تخلق هجمات قوية. بس خليني اقولك ان دايما النوادي او الفرق مش دايما ماشيين على نفس الخط، هتلاقي ماتش كويس او فترة كويسة وفترة مش احسن حال عند الفرق. برضو خلينا نفتكر ان احنا لعبنا الماتشين النهائيين اللي فاتوا، نهائيات الكاس، وكنا ظاهرين بشكل قوي جدا. من الحته ديت انا عايز احيي واشجع الحكام اللي جايين هيبقوا في البطوله، الحكام بالتوفيق ليهم. يعني التركيز طبعا هيكون عامل مهم جدا عند الحكام، لان الحكام لازم تكون يعني على قد المسؤوليه بتاعت الاربع ماتشات لبطوله قويه جدا. وان شاء الله احنا داخلين جايين جايبين كل الامبيشن للبطوله ديت، بحيث ان احنا نبقى بنشو او بنوري كره قدم قويه ان شاء الله. It's a very hard game, will be a very hard game. مجهزين نفسنا للبطوله كويس، وان احنا عندنا ثقه ان شاء الله في اللعيبه، وان شاء الله نأدي مباراه كويسه وواثق في اللعيبه كلها. هو بيتكلم على اللعيبه بخصوص اللعيبه، يعني كل اللعيبه جاهزه ان هي تبقى في مباراه بكره. بيتكلم ان احنا الفتره اللي فاتت في خلال 18 ماتش لعبنا 18 يوم لعبنا 5 ماتشات، حاجه مش سهله، وكان فيهم سفر، كان في مباراتين خارج مصر، فان شاء الله كل اللعيبه جاهزه لمباراه بكره. بيتكلم على فرقه بيراميدز، فرقه كويسه وفرقه قويه، وفي اخر الجزء اتكلم على باتشيكو ان هو مدرب كويس وهو صديق ليه، يعني ف بيتكلم ان هو مدرب كويس جدا. يعني هو بيتكلم محضرين مباراه قويه مع بيراميدز، وزي ما قال قبل كده ان كل اللعيبه جاهزه، وبخصوص عمر مش هيقدر يقول ان هو يلعب ولا لا، بكره نشوف ان شاء الله. كلام محترم جدا من كلا المدربين، والاثنين طبعا مستعدين لمباراه مهمه جدا زي ما قلت لحضراتكم هتكون الساعه 3 عصرا باذن الله. طيب المباراه الثانيه ظروفها عامله ازاي؟ النادي الاهلي مع سيراميكا كليوباترا، مباراه على الورق بتروح ناحيه وصالح النادي الاهلي، الامور واعتبارات كتير جدا، لكن المباريات اللي زي كده بنقول ملهاش اي معايير، مباراه
مليانة بتكون بالمفاجآت، لأن هي بتكون زي أو شبه مباريات الكؤوس، مباراة بيكون فيها نفس الشغف والطموح عند كلا الفريقين. نادي سيراميكا هو بطل كأس الرابطة المصرية بعد ما فاز على المصري برباعية مقابل هدف، معاه مدرب كبير هو الكابتن أيمن الرمادي، وطبعا نجومه زي جون إيبوكا، محمد شكري، محمد إبراهيم، أحمد ياسر ريان. وما تحددش موقف أحمد القندوسي العائد من الإصابة والمؤثر جدا مع فريق سيراميكا كليوباترا، بل بالعكس هيكون من حسن حظ النادي الأهلي لو القندوسي ما شاركش. ليه بنقول كده؟ لأنهم هم من هدافين الدوري المصري حتى دي اللحظة، وهو كارت رابح بكل المعايير. هنقول إنه القندوسي هو مكسب وجوده لسيراميكا كليوباترا. في نفس التوقيت كان في كلام بيتقال هل ممكن النادي الأهلي يقطع إعارة القندوسي ويعود مرة تانية للنادي الأهلي ما قبل فترة الإعارة أو انتهاء الإعارة، ولكن الكلام كله اترد في وقتها واتقال صعب جدا إن القندوسي يكون في قطع لإعارته. وليه بنقول كده؟ بنقول كده لمدى تأثير اللاعب. لما اللاعب بيتألق بالتأكيد بيبتدي يثار الكلام، هل ممكن النادي الأهلي يكون بحاجة ليه؟ يرجع ما يرجعش؟ هل الموضوع يكون مؤجل خلال الفترة القادمة؟ ولكن اللي بالتأكيد إنه كولر عنده حلول وبدائل كتير جدا في النادي الأهلي غير القندوسي. طيب، النادي الأهلي الأسبوع اللي فات سجل حضور مميز في كأس العالم للأندية، احتل المركز الثالث بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي كان بثلاث أهداف، وبعد كده خسر أمام بطل أمريكا الجنوبية فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، وبعدها كان فوز غالي وممتع، كانت مباراة في قمة الروعة على بطل آسيا أواوا الياباني بنتيجة 4-2. وطبعا في مسابقة الدوري ماشي بخطى ثابتة، احتل حتى هذه اللحظة المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 6 جولات. هداف الفريق هو بيرسي تاو مسجل 4 أهداف، وطبعا هنقول عليها قائمة محترمة جدا للنادي الأهلي اللي مسافر بيها، ده غير السكواد يعني الممتاز للنادي الأهلي، في أكتر من بديل، في نقول مش فرقة واحدة فرقتين، عندنا نجوم كتير جدا متواجدين في الفريق، سواء كان حسين الشحات، طبعا الشناوي كابتن الفريق، إمام عاشور، كهربا، في نجوم كتير كتير. لو اتكلمنا على مروان عطية، اتكلمنا على ديانج، نتكلم على ياسر إبراهيم اللي بصراحة قدم أداء مميز جدا في مباراة واوا الياباني. يعني هنشوف كمان تغيير في تشكيل الفريق عن اخر مباراه امام واوا الياباني من جانب مستر مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي ولا لا، اسئله كتير طبعا بتدور داخل ذهن الجمهور الاهلاوي. مباراه قويه بدون اي شك امام الجماهير المصريه، المتوقع ان هي تملي المدرجات النهارده وتقدم عرض رائع كالعاده يليق باسم المصريين اللي بيمثلونا في الاربع فرق المتواجدين خارج الحدود المصرية في الإمارات. تعالوا نشوف مع حضراتكم جزء من المؤتمر الصحفي للمباراة ونرجع لكم مرة تانية. اتمرنا في جدة، احنا لسه جايين امبارح بالليل متأخر، اتمرنا تمرينة واحدة في جدة، تمرينة الناس اللي ما شاركتش في الماتش بتاع يوم الجمعة، واللعيبة اللي شاركت كانت في الفندق في الجيم بتعمل استشفاء. اتمرنت مع مجموعه صغيره يوم السبت، بعد كده سافرنا لسه جايين امبارح بالليل. النهارده اللعيبه اللي شاركت في الماتش هتنزل معانا التمرين النهارده، لكن التمرين ما يقدرش ان هو يبقى تمرين شديد او قوي، لان احنا لسه في مرحله الاستشفاء واعاده البناء البدني عشان نقدر ان احنا نلعب ماتش بكره مره ثانيه. ففكره الاستعداد او التحضير دي يعني هتبقى فيها صعوبه كبيره جدا في ظل هذه الظروف، لكن احنا بدأنا الشكل النظري، اتفرجنا على فيديو فيه عن تحليل لماتش لفريق سيراميكا، وانا قلت اللعيبة بشكل واضح واللعيبة متهيألي مدركة ده جدا، فريق سيراميكا فريق قوي جدا، فريق محترم جدا، بيلعب كرة كويسة، هيحتاج مننا مجهود كبير جدا عشان نقدر ان احنا نجاريه بكرة، هنقدر محتاجين تركيزنا يكون 100%، محتاجين ان احنا نكون ذهنيا وبدنيا في اعلى مستويات عشان نقدر نتخطى فريق بالقوة دي، وده اللعيبه عارفاه واحنا عارفينه وبنحاول ان احنا نتكلم فيه طول الوقت من اول ما وصلنا هنا. احنا متعودين على طول لما نخلص البطوله بنقفل البطوله دايما عشان الماتش بتاع بكره بالنسبه لنا هو اهم ماتش يعني، بس هو في الاول وفي الاخر احنا بنحضر للفرقه كلها وبنحضر انا بشكل شخصي ومع الاجوان مع محلل الاداء اللي معانا بنشوف المهاجمين ونشوف اللي بيلعبوا بطريقه ازاي والكلام ده كله، بس بتتكلم برده مع لعيبه كبيره ممكن تغير في اي وقت بحسب الموقف وحسب برضو انت مذاكره ازاي والكلام ده كله. الحقيقة البطولة دي بالنسبة لنا هي يمكن اول بطولة خارجية لسيراميكا، اللي هو
حديث العهد بالدوري، فحاجة عظيمة جدا ان هو في خلال 3-4 سنين يوصل لبطولة عملاقة زي دي. عشان كده احنا مهتمين جدا جدا بالبطولة دي، يهمنا جدا ان احنا نظهر قدرات غير عادية لإمكانيات وقدرات بشرية ومادية لنادي سيراميكا كليوباترا. وعايز أخص القدرات البشرية بصورة أكبر، لأن العمل العمل المحترف في نادي سيراميكا خلانا ما شعرش أبدا أبدا إلا إن إحنا موجودين في أندية محترفة. فعايز الحقيقة أشكر إدارة سيراميكا كليوباترا إن هي عملت أجواء احترافية وصلت الفريق إن هو في خلال 3-4 سنين يلعب في بطولة هامة زي دي. وصعب طبعا قلما تلاقي فريق بيقدر يوصل لهذه البطولة إلا من خلال عمل وعمل متميز. يعني احنا الماتش بالنسبة لنا ماتش 90 دقيقة، واحنا جايين مركزين من أول يوم. احنا بقينا دلوقتي حوالي 8 أيام هنا في الإمارات، مركزين من أول يوم اللي احنا نعمل حاجة كويسة. قعدنا مع بعض أكتر من قعدة، طبعا احنا عارفين على اللعب الاهلي وعارفين ان النادي الاهلي تاريخ كبير، ولكن في الملعب الفروقات كلها بتبقى واحد، اللي بيتعب اكتر واللي بيجتهد اكتر واللي بيركز في التفاصيل الصغيره هو اللي بيبقى متفوق. احنا الماتش بالنسبه لنا ماتش 90 دقيقه، لازم نطلع كل اللي عندنا فيه عشان نبان بشكل كويس. النتيجه في الاخر بتاعت ربنا، ولكن لازم نتعب ونتعب قوي. وفي الاخر في الملعب لما بتنزل على النجيله اللي فايق ومركز هو اللي غالبا هتبقى دي ان شاء الله. الحقيقه ان احنا شايفين نفس الطموح ونفس الاستعدادات وفي نفس التوقيت ايضا الاصرار على الفوز من كل المديرين الفنيين من كل الفرق. الكل عارف قيمه وقدر البطوله، وبالتاكيد هيقدموا اداء مشرف يليق باسمائهم. تعالوا نروح معاكم كده لتفاصيل اكثر عن المواجهات النهارده والبطوله الهامه، ونطير سريعا لابو ظبي مع الزميل العزيز احمد المسيري علشان نعرف منه تفاصيل اكثر والاستعدادات. بنرحب بيك يا مسيري، صباح الفل عليك. صباح النور يا فرح، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي قناة اون تايم من قلب العاصمة الإماراتية أبو ظبي. يمكن الأندية الأربعة زي ما ذكرتي وضعت اللمسات الأخيرة على استعداداتها لانطلاق النسخة الأولى من السوبر المصري بشكله الجديد بمشاركة أربعة أندية للمرة الأولى. يمكن الأندية الأربعة أدت تدريبها الأخير على ملعب محمد بن زايد واللي هيحتضن جميع مباريات السوبر المصري. المباراة الأولى لو بدأنا بيها مباراة بيراميدز مع مودرن فيوتشر، يمكن بيراميدز أدى التدريب الأخير في تمام الساعة الخامسة على ملعب محمد بن زايد، واستمر المران الأخير لمدة 60 دقيقة وكان المران قوي وظهر فيه جميع اللاعبين بصورة جيدة. يمكن انضم أيضا وشارك بصورة طبيعية اللاعب المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن في فريق بيراميدز، شارك بصورة طبيعية وكان يعني خلاص أصبح جاهز تماما للمشاركة في مباراة مودرن فيوتشر. خليني أقول لك يا فرح، يمكن سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز كان حريص على عقد اجتماع موسع مع الجهاز الفني واللاعبين بمقر فندق الإقامة، طلبهم بضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم وأيضا التتويج والحصول على أول ألقاب النادي خلال تاريخه. في المقابل فريق فيوتشر بيخوض هذه المباراة بمعنويات مرتفعة وصفوف مكتملة. يمكن خلاص عمر كمال عبد الواحد وجوناثان واللي غابوا خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة شاركوا اللاعبين بصورة طبيعية في مران الأمس وظهروا أيضا بمستوى طيب. يمكن ريكاردو قال عن هذه المباراة ان دائما مباريات مودرن فيوتشر وبيراميدز بتتسم بالإثارة والندية، لكنه لديه ثقة كبيرة في قدرة لاعبي بيراميدز على حسم نتيجة اللقاء والتأهل للمباراة النهائية. في المقابل طرفي المباراة الأخرى الأهلي حامل اللقب في مواجهة سيراميكا. يمكن الأهلي أدى تدريب وحيد وكان بالأمس على ملعب محمد بن زايد وكان في تمام الساعة 9 بتوقيت الإمارات، 7 بتوقيت مصر. يمكن المران استغرق أيضا 60 دقيقة وانتهى بتقسيمة بين اللاعبين في منتصف الملعب لتجهيزهم لمباراة سيراميكا كليوباترا. يمكن كما أعلن كولر أن تشكيلة الأهلي النهاردة ستشهد تغييرات كثيرة بسبب حالة الإرهاق التي ظهرت على اللاعبين نتيجة المشاركة في مونديال كأس العالم للأندية والتتويج
بالميدالية البرونزية. قال أيضا كولر إن فريق سيراميكا فريق قوي وبيحتاج وهيحتاج مننا إلى تركيز وجهد بنسبة 100% حتى نتخطى عقبة فريق سيراميكا ونتأهل للمباراة النهائية. في المقابل فريق سيراميكا يمكن جاهز تماما، لا توجد أي غيابات، الفريق أدى تدريبه وكان أول الفرق المصرية الأربعة وصولا للإمارات، وصل الأحد قبل الماضي، دخل في معسكر مغلق هنا في دولة الإمارات، كل اللاعبين شاركوا بصورة طبيعية في مران الأمس، ولا يغيب سوى لاعب وحيد فقط وهو النيجيري صديق أجولة. خلينا أقول لك فرح برضو أن الصحف الإماراتية أفردت مساحات كبيرة وتصدرت مباريات السوبر المصري معظم عناوين الصحف الإماراتية. يمكن جريدة البيان الإماراتية أكدت يعني نزلت منشط كبير، طموحات وأحلام مختلفة للرباعي المصري في سوبر الأبطال بابو ظبي. الإمارات اليوم الأهلي المرهق يخشى مفاجآت سيراميكا وصدام قوي بين مودرن فيوتشر وبيراميدز. الخليج السوبر المصري الأهلي للدفاع عن لقبه وبيراميدز لفك عقدة النهائيات. فرح خلينا أقولك يمكن خلال لقائي مع حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد المصري لكرة القدم قال يمكن تم بيع حوالي 60% أو 70% من التذاكر. يمكن أسعار التذاكر اللي نفذت حتى الآن تذاكر الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة زي ما انت عارف أسعار التذاكر الدرجة الثالثة 125، الرابعة 100، الخامسة 75، الستة 50، بينما الفي اي بي 1000 درهم والمقصورة الأمامية 700 والدرجة الأولى 300 درهم. دي كانت أبرز الأخبار والكواليس، والآن تعود لك الكلمة فرح، تفضلي. مسيري خلينا برضو نعيش معاك أجواء وتفاصيل أكتر. عايزين نسألك على الجانب الخاص بالقندوسي، لاعب من أهم اللعيبة المتواجدين داخل صفوف سيراميكا كليوباترا، كان في كلام بيثار عن مشاركته، هل هيشارك؟ أنت قلت لنا أن صديق أجولة هو اللاعب الوحيد اللي بيغيب عن صفوف سيراميكا، هل ده آخر كلام ولا ممكن يعني الأمور يكون فيها مستجدات خلال الساعات القادمة؟ خليني اقول لك فرح، انا توجهت بهذا السؤال للكابتن ايمن الرمادي وقال ان احمد القندوسي كان اصيب باصابه قويه منذ 3 اسابيع، لكن الحقيقه الجهاز الطبي بذل مجهود كبير جدا جدا مع اللاعب واصبح جاهز تماما للمشاركه في مباراه الاهلي. ايضا يمكن القندوسي احنا تابعناه من خلال مران امس واول امس، شارك بصوره طبيعيه ولم يشتكي من اي اصابه. ايضا كان هناك اصابه عقب المباراه الاخيره في الدوري المصري للاعب احمد ياسر ريان، اصيب بشد في العضله الخلفيه، لكن رئيس الجهاز الطبي اكد ان اللاعب خلاص تعافى تماما من الاصابه واصبح جاهز تماما للمشاركه في مباراه الاهلي. كل زي ما انا قلت لك الصفوف مكتمله في فريق سيراميكا، ولا يغيب غير سوى لاعب وحيد هو النيجيري صديق اوجولا اللي فشل لحاقه ببعثه سيراميكا كليوباترا بدوله الامارات العربيه الشقيقه. طيب عايزين نتكلم معاك على برضو الجانب الخاص يا مسيري ببيراميدز ومودرن فيوتشر. بيراميدز زي ما انت عارف يمكن يكون كان غير موافق في المباريات الاخيره في مسابقه دوري ابطال افريقيا امام سان داونز، هل ده ممكن يعمل نوع من انواع التاثير على معنويات اللعيبه؟ كان في اكتر من لاعب شفنا يعني اتاثروا ادائهم في المباريات، كان الاداء مش على ما يرام، تعليقك ايه على ادائهم النهارده؟ هل كان ليك اي لقاءات خاصه داخل الصفوف سواء اذا كان مع كابتن محمود فتح الله او مع المدير الفني مستر باشيكو؟ برضو عايزين نعرف منك الجانب الخاص بالاستعدادات اللي بيحضرها بيراميدز علشان يظهر بشكل مختلف ويستعيد مستواه مره تانية. خليني اقول لك فرح ان سوء نتائج بيراميدز لم تكن الوحيده في دوري ابطال افريقيا بالهزيمه امام سان داونز، لكن كانت ايضا في بطوله الدوري المحلي وتحديدا امام انبي. يمكن توجهت بهذا السؤال مباشره في لقاء خاص لقناه اون تايم سبورتس مع باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، وقال الحقيقه احنا لم نظهر او لم نقدم الاداء الجيد سواء في الدوري المحلي او في دوري ابطال افريقيا في اخر مباراتين. قال ان فرص الفريق في دوري ابطال افريقيا تكاد تكون
صعبة لكنها ليست مستحيلة، والفريق جاهز أو قادر على العودة مجددا لطريق الانتصارات. وقلت له هل الهزيمة من إنبي وأيضا من سان داونز في دوري أبطال أفريقيا من الممكن أن تؤثر على أداء الفريق في المباراة الافتتاحية للسوبر المصري أمام مودرن فيوتشر؟ قال لي أنا عقب مباراة سان داونز مباشرة أنا طلبت اللاعبين بإغلاق ملف سان داونز والتركيز في مباريات السوبر المصري. قال لي إن إحنا ممكن في خلال 5 أو 6 أيام نحصل على بطولة، ولو حصلنا على بطولة ده هيفتح الفرصة أمام فريق بيراميدز لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات خلال الفترة اللي جاي. قال الفريق بحاجة مسا لتحقيق أول بطولة في تاريخه، وبالتالي في حال تحقيق البطولة سيفتح المجال أمام فريق بيراميدز نحو تحقيق العديد من البطولات خلال السنوات المقبلة. تحياتنا ليك الزميل العزيز مصيري، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وبنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله يكون في تغطية اجمل واكثر تعمقا بقى، وعايزين نشوف كمان اللقاءات اللي بعد على طول المباراة او مبارتين على الاخص. عندنا مباراة ان شاء الله الساعة 3 عصرا زي ما قلت لحضراتكم، هتجمع ما بين فريق بيراميدز ومودرن فيوتشر، مباراة تانية هتكون الساعة 7 مساء هتجمع ما بين النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وبالتأكيد الكل عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، المتعة والإثارة مستمرة. تعالوا برضو نعيش معاكم ما قبل المباراة والأجواء والكواليس، ونروح للقاء مع الزميل العزيز مصيري اللي عمله مع كابتن أحمد بيبو المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف تفاصيل اللقاء ونرجع لكم مرة تانية. من ملعب محمد بن زايد برحب بكم اعزائي مشاهدي قناه اون تايم في كل مكان، مع الان الكابتن احمد بيبو المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا. في البدايه برحب بك كابتن احمد، وطمنا عن اخر استعدادات سيراميكا لمواجهه الاهلي غدا. اهلا وسهلا بكم منورينا. احنا طبعا يعتبر اول فرقه جت الامارات هنا ابو ظبي، جينا قبل الميعاد بحوالي 4 ايام، عسكرنا عملنا معسكر هنا، اهتمامنا كبير جدا في الماتش، اللعيبه مركزه، الإدارة مركزة في البطولة، وإن شاء الله أملنا كبير في ربنا سبحانه وتعالى إن احنا يكون لنا نصيب وتبقى البطولة من نصيبنا إن شاء الله. والنادي الأهلي طبعا كتاب مفتوح وغني عن التعريف، محترمين الأهلي جدا جدا، لكن احنا عندنا الحمد لله سكواد محترم، فرقة محترمة، مدير فني محترم، عاملين شغل كويس السنة دي في الدوري. يمكن أنا شايف إن احنا بنقدم كرة جميلة السنة دي، وإن شاء الله بالتطور بتاعنا هنوصل لمرحلة بعيدة إن شاء الله. للأسف احنا مرينا بظروف الفترة اللي فاتت دي كانت غير طبيعية، مش في مصلحتنا. صديق ما جاش معنا من القاهرة لظروف خارج عن إرادتنا وعن إرادته. ريان الفترة اللي فاتت دي طلع من إصابة في نزلة برد. أحمد قندوسي يمكن من ماتش ودي من قبل الثلاث ماتشات كده كان جات له إصابة في الركبة، بس الحمد لله هو معنا لحوالي أسبوع بس اشتغل مع الفرقة، وإن شاء الله يكون جاهز في مباراة بكرة إن شاء الله بإذن الله، وأي حد موجود هيقدر يسد إن شاء الله في الماتش. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، ولسه بنعيش معاكم أجواء مباريات السوبر اللي بالتأكيد هيكون بيهمنا توقعاتكم فيها في سؤال حلقتنا النهاردة. طبعا سؤالنا النهاردة ليكم، توقعاتكم إيه لمواجهات اليوم في كاس سوبر الأبطال، فيوتشر أمام بيراميدز، النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا؟ منتظرينكم تتفاعلوا معنا على مدار الحلقة على موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشبكة قنوات أون تايم سبورتس، وفي آخر الحلقة بنستعرض معاكم أبرز التوقعات. مباريات دوري نايل النهارده لسه المتعه والاثاره ايضا مستمره، مش مباريات السوبر فقط، ولكن النهارده هيكون بتبدا الجوله 10 وهتستمر بكره الثلاث وبعده الاربعاء ان شاء الله. هيتم تاجيل 4 مباريات النهارده، هتقام مباراتين. طيب مباريات اليوم في الدوري المصري الجوله 10 هتكون مواعيدها كالتالي: الساعه 4 عصرا الجونه هيكون على موعد مع امبي، الساعه 7 مساء بلدية المحلة هيواجه البنك الأهلي. المباراة الأولى هتجمع الجونة مع أمبي، والفريقين داخلين المباراة بمعنويات كبيرة جدا. هيكون المباراة الأولى بتقام على استاد خالد بشارة زي ما حضراتكم شايفين، المباراة الثانية أيضا هتكون على استاد غزل المحلة. نرجع للمباراة الأولى اللي هيكون فيها معنويات كبيرة من آخر فوز طبعا لكل واحد فيهم، الجونة فاز على البنك الأهلي 3-2، كانت مباراة ممتعة جدا ورفع رصيده وقتها للنقطة 13 في المركز السابع.
MP فاز على الإسماعيلي بهدف ورفع رصيده للنقطة 13، نفس الرصيد لكن في المركز التاسع من 9 مباريات. المواجهة التانية بقى يعني تفاصيلها وأجواءها هتكون عاملة إزاي هتجمع البنك الأهلي وبلدية المحلة، خصوصا أنه البنك الأهلي كان غير موفق خلال المباريات الأخيرة في حالة عدم انتظام، أو زي ما بنقول كده كان البنك الأهلي بيمشي على سطر ويسيب سطر، ولكن بنتمنى أن الأمور تستقر. هيكون في حماسية طبعا للأمور، أهمها أن البنك الأهلي والأجواء اللي بيعيشها وضعية صعبة جدا جدا بعد الخسارة في آخر 3 مباريات، سواء كان أمام الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا وبعد كده الجونة، وبيتوقف رصيده عند 3 نقاط فقط في مؤخرة جدول الترتيب. طبعا عارفين أن وجه الشكر ما قبل لبابا فاسيليو تولى وقتها مكانه كابتن طارق مصطفى في المقابل، زي ما بنقول لكم انه كان الكل منتظر انه كابتن طارق مصطفى تكون النتائج افضل من كده، ولكن في حالة بعدم التوفيق خلال الفترات اللي فاتت بنتمنى انه كابتن طارق مصطفى يكون في جديد، او نبتدي نشوف البنك الاهلي بشكل مختلف، خصوصا انه اي مدير فني بيكون محتاج الوقت الكافي علشان اللعيبه تندمج معاه يشوفوا طريقه لعبه، وطبعا ده زي ما بنقول عليه شيء منطقي وشيء متوقع، ولكن لازم الامور سريعا جدا ما يكون في ترتيب للاوراق لفريق البنك الاهلي علشان ما يكونش في افتقاد للنقاط اكتر من كده، او ما يفقدش نقاط اكتر من كده خلال الايام القادمه. طيب نروح مع حضراتكم بقى للمباراة التانية، وزي ما بقول لكم نستكمل حديثنا عن بلدية المحلة، هو البقاء في جدول الدوري بعد أول مشاركة من فترة طويلة جدا، إن ده الهدف الرائع اللي ماشي عليه والخطة الثابتة اللي ماشي عليها بلدية المحلة مع كابتن أحمد عبد الرؤوف، هيكون أمر مميز جدا للفريق، وهنشوف معاكم وهنتابع طبعا بلدية المحلة تفاصيلها النهاردة كمباراة هتكون عاملة إزاي. طيب ماتشات النهاردة من دوري نايل نقول ونتابع ونشوف بداية الجولة 10 هتكون عاملة ازاي، الجونة مع أمبي وبلدية المحلة مع البنك الأهلي، وهنتابع معاكم. فتوح بيجدد عقده مع نادي الزمالك، بيجدد قد ايه؟ 3 سنوات. ده خبر من أجمل الأخبار اللي عاشها جمهور نادي الزمالك بالأمس، في أخبار ممتعة، في أخبار مفرحة ومفاجأة لجماهير نادي الزمالك اللي زي ما بنقول كانت منتظرة أول وعود الخاصة بمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب، والراجل بيوفي بوعوده وبيحل أول أزمات نادي الزمالك وهي التجديد للعناصر الأساسية وللأعمدة الأساسية للفريق، وهو أحمد فتوح. بينجح مجلس الإدارة إنه هو يجدد لأحمد فتوح ويوقع أحمد فتوح في جلسة مع الكابتن حسين لبيب رئيس الزمالك في منزله، وفي حضور عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وكشف مصدر داخل نادي الزمالك إنه اللاعب حصل على منحة تعاقد قيمتها 20 مليون جنيه بيتحملها بعض رجال الأعمال بالإضافة لبعض أعضاء مجلس الإدارة، وكمان المصدر قال إن اللاعب هيحصل على 15 مليون من خزينة نادي الزمالك في الموسم الواحد، باقي المبلغ اللي بيصل ل 10 ملايين هيتحمله بعض رجال الأعمال الزملكاوية. كلام جميل جدا بيخلي فتوح يوصل لنقطة تلاقي ما بينه وما بين نادي الزمالك وما بين المسؤولين داخل نادي الزمالك، ويكون في تجديد وحل للأزمة في نفس التوقيت، طبعا انه ده بيعمل نوع من انواع الاستقرار. كمان فتوح نشر بقى صورة لي مع كابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الانستجرام الخاص بيه، اعلن تجديد عقده بالإضافة لاعتذاره لجماهير نادي الزمالك، فكرة انه عارف ان الجمهور لسه زعلان منه، وان الجمهور ما كانش منتظر القيل والقال والكلام اللي ثار خلال الفترة اللي فاتت، هل فتوح مستمر مع نادي الزمالك، هل فتوح متمسك ببقائه داخل نادي الزمالك، علشان كده اللاعب كان حريص جدا انه يقول جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب على مدار سنوات، اتشرف اليوم بالاعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك
العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويا من الآن الدفاع عن طموحات جماهيرنا وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل على الجميع. وبكل التقدير للجميع أعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد، وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من أخواتي الكبار كباتن الفريق أو أخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم، وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية ونستمر تحت شعار الزمالك أولا. وتقبلت كل العقوبات والخصومات وأي قرارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك. كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا. توكلنا على الله. عاش الزمالك. الحقيقة إنه ما فيش كلمة سابها فتوح إلا ما كان حريص إنه هو يحطها في البوست الخاص به أو ينشرها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. أكد على إن هو أخطأ، أكد على إن هو كان مقصر في حق نفسه، أكد على إن هو تعلم من أخطائه والكل بيتعلم من الأخطاء، وبيأكد على إنه نادي الزمالك أولا. ودي أفضل كلمة يمكن فتوح قالها للجماهير علشان يكونوا متأكدين إنه عارف قيمة وفضل تيشيرت نادي الزمالك على اللاعب، ويكونوا عارفين قد ايه فتوح ناوي ان هو يبتدي صفحة جديدة بيضة زملكاوية زي ما بنقول كده، تكون مليئة بالانتصارات وتكون مليئة بفترات جديدة يتعلم منها اللاعب كل شيء خلال نادي الزمالك وداخل جدران القلعة البيضاء. كل التوفيق لكل اللعيبة الملتزمة اللي بتكون على قدر المسؤولية واللي بتكون دايما على الموعد مع أنديتها، خصوصا لو كانت أندية كبيرة أو بنتكلم طبعا على قطبي الكرة المصرية أو حتى اللعيبة دي بتكون عارفة كويس جدا قد إيه هي مؤثرة مع فرقنا. كل التوفيق لكل اللعيبة وأيضا لمجالس الإدارة اللي بتسعى واللي بتجتهد علشان تفرح جماهيرها في كل مكان. مشاهدينا لسه عندنا تفاصيل وكلام كتير، تعالوا نروح معاكم لفاصل قصير نرجع لكم نستكمل فقرتنا في صباح أون تايم. انتظرونا. عودة ليكم مرة تانية ولسه بنستكمل معاكم فقرتنا في صباح أون تايم. نروح لفقرة تصريح وتعليق وتصريحات مهمة جدا للمدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري روي فيتوريا. قال إنه قرار ضم الثنائي الزمالك سواء كان محمد صبحي أو فتوح للمنتخب كان صحيح بنسبة 100%. بيقول كلام بمنتهى الموضوعية. أقدر عبد الله السعيد بشكل خاص وأنا لي رؤية وقراءة للمباريات، ليس بالسهل أن تجد اللاعب بهذه القدرة ويتفهم معطيات المباراة وهو من اللاعب القليلين اللي بيأدوا ده، وأقدر شيكابالا جدا ووقت تواجده في سبورتنج لشبونة وضع الانطباع الجيد أنه كان بإمكانه أنه يكون لاعب كبير جدا. بيقول كمان استبعاد كهربا في الفترة اللي فاتت كانت بسبب إيقافه 6 مباريات محليا، مفيش أي مانع من استدعائه الأيام اللي جاية. كمان كهربا لاعب مختلف عنده طاقة إيجابية وقوية جدا، بيدي طاقة إيجابية للي حواليه وبيركز في الماتشات كويس قوي، بيستغل أي خطأ. طارق حامد لاعب رقم 6 عنده رؤية دفاعية كويسة وعنده مقدرة إنه يفهم إمتى انه يوقف المباراة او بيعمل الفاول، هو نقطة ميزان الفريق. كمان بيقول في التصريحات المهمة جدا اللي اكد فيها على تفاصيل كتير بخصوص اللعيبة، حسين الشحات عنده قوة في ان هو يراوغ وعنده قدرة كويسة جدا ذهنيا في انهاء اللعبة. دول اهم اللعيبة اللي ركز عليهم روي فيتوريا او اللي كان في اسئلة كتير في اذهان سواء كان الجماهير سواء كان الاعلاميين سواء كان مواقع التواصل الاجتماعي المواقع الصحفية حوالين ما يثار وما يقال حوالين فتوح صبحي عبد الله السعيد سين الشحات كهربا طارق حامد واعتزاله اللاعب الدولي. كل التفاصيل دي مهمة جدا وجاوب عليها روي فيتوريا.
نروح معاكم لأهم أخبارنا في فقرة On Fire News. نبتدي معاكم أول الأخبار من عند أخبار اتحاد الكرة. وخلال الساعات الماضية في كلام عن ترشيح اسم البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إنه هو يدرب نادي الزمالك بعد نهاية الموسم ده. ده هيكون بعد انتهاء مشوار منتخبنا في أولمبياد باريس 2024. من خلال التواصل مع المسؤولين في اتحاد الكرة أكدوا إن ميكالي في إجازة، هيرجع يستكمل المهمة بتاعته مع المنتخب، مفيش أي تواصل معاه لتدريب نادي الزمالك. الناس جاوبت ووضحت الأمر. نروح معاكم للنادي الأهلي وأهم الأخبار الخاصة به. استقر سويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق إن هو يدفع بأكرم توفيق لاعب الفريق علشان يقود الجبهة اليمنى للنادي الأهلي النهاردة في مباراة سيراميكا بدل من محمد هاني. والقرار ده جه طبعا بسبب إنه محمد هاني شارك في مباريات النادي الأهلي الثلاثة بكأس العالم للأندية واللي كانت مقامة في السعودية، وإن هو بيعاني من الإجهاد من ضغط المباريات، علشان كده قرر إن هو يلاعب أكرم توفيق وإن هو يديله الفرصة، علشان طبعا خايف من عدم جاهزية محمد هاني سواء كان بدنيا أو فنيا في مباراة اليوم. أما بقى عن أخبار نادي الزمالك، أكد مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى الزمالك أنه نادي الحزم السعودي مستني قرار الحارس النهائي بخصوص انتقاله للنادي السعودي. كمان وضح المصدر أنه النادي السعودي مهتم جدا أنه يتعاقد مع عواد بعد ما تابع اللاعب خلال الفترة اللي فاتت مع نادي الزمالك ومتمسك بضمه. وكمان قالوا أن إدارة الزمالك شايفة أن عواد هو الحارس الأساسي للفريق ومفيش الاستغناء عنه تماما خلال الفترة اللي جاية بأي حال من الأحوال، وأنه هيتم التجديد للحارس في الأيام المقبلة. مشاهدينا بعد ما تعرفنا معاكم على أهم أخبارنا، تعالوا نروح معاكم لفاصل سريع، بعدها نرجع نستقبل ضيفنا اللي نورنا النهاردة الكابتن أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق. انتظرونا بعد الفاصل في صباح أون تايم. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا. منورنا دلوقتي الكابتن أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق. منرحب بحضرتك يا كابتن أمير، صباح الفل عليك. صباح الفل، ازي فرح حضرتك، أهلا بيك منورنا. وطبعا عايزين نتكلم معاك على ملفات كتير النهاردة، نبتديها معاك بالتأكيد على لا صوت يعلو فوق صوت مباريات السوبر. هتكون ممتعة ومثيرة بالتأكيد، وهتكون مذاعة بشاشة قنوات أون تايم سبورتس. البداية هتكون الساعة 3 العصر ما بين بيراميدز وما بين مودرن فيوتشر. تعليقك ايه على المباراه دي، وشايف كواليسها بالنسبه لكلا الفريقين ممكن يكونوا محضرين لها ازاي؟ طبعا مباراه السوبر يعني انا شايف ان هي مختلفه شويه. انت بتتكلمي في اربع فرق في التوب ليفل طبعا باستثناء نادي الزمالك، اللي هو طبعا كل الواحد يتمنى نادي الزمالك يكون موجود لان طبعا قيمه كبيره، ولكن انت بتتكلمي في اربع فرق مهمين جدا في الدوري المصري. مباراة النهاردة طبعا بيراميدز وفيوتشر مباراة تبقى مثيرة جدا. كل فريق عايز ياخد بطولة. بالنسبة لفيوتشر طبعا يمكن أول مرة يروح بطولة مهمة جدا، بطولة سوبر، وتكون بطولة مجمعة يعني من أربع فرق وفي دولة شقيق وفي جو مختلف تماما. اعتقد ان هم وعندهم كمان لعيبه كويسه وجهاز فني كويس، فاعتقد ان هم ممكن يكون عندهم فرصه كويسه كده جدا ان هم يوصلوا الفاينل. طبعا بيراميدز نادي كبير وعنده لعيبه كويسه جدا على اعلى مستوى، عنده جهاز فني خبره كبيره جدا، فشايف ان المباراه تبقى صعبه جدا. الاربع ماتشات طبعا يعني صعبين. بتتكلمي هتلاقي كوره النهارده كويسه جدا، هتلاقي فيه حماس، كل واحد كل النادي عايز يبقى ليه دور، عايز يعمل حاجه، عايز ياخد بطوله. يمكن كفة بيراميدز شوية أقوى لأن بيراميدز عنده لعيبة كويسة، لعب نهايات قبل كده، الاتنين بقى عندهم خبرات مهمة جدا في أفريقيا، ابتدوا يلعبوا في أفريقيا، أعتقد دي فرقت معاهم. في لعيبة كانت في فيوتشر راحت بيراميدز، برضه هيبقى في تنافس قوي جدا. أنا شايف المباراة هتبقى صعبة مع تحكيم مصري طبعا، يعني أتمنى إن شاء الله التحكيم كمان يبقى كويس، لأن طبعا التحكيم المصري من الحكام المميزين، كابتن امين عمر وكابتن محمد معروف، شايف ان هم من الحكام المميزه، وفي حكام طبعا تانية مميزه، ولكن
كل واحد هيلعب باسمه لان هو طبعا عايز يعمل اسم ليه بطوله الناس الوطن العربي كله بيتفرج عليها، عايزين يعملوا اسم ليهم تاني اكبر. الفرق ان شاء الله هتساعدهم ان هم يقدوا بشكل كويس لان هم الفرق مش غريبه عليهم في الدوري المصري، ولكن في اجواء تانيه مختلفه. يمكن انت قلت يا فرح الساعه 3 دي اعتقد في الامارات لو في وقت يعني قبل كده شويه او في شهر 6 او الكلام ده كله الجو صعب جدا. يمكن انا كنت هناك قريب لكن الاجواء كويسه. ده 3 بتوقيتنا وهيكون 5 بتوقيتهم هناك. صحيح. فانا شايف ان الاجواء الجو هيبقى كويس، الملاعب طبعا مميزه جدا، التنظيم هناك مميز جدا، الناس هناك مختلفة تماما. هل كفة بيراميدز ممكن حضرتك ترجحها شوية لو رحنا للجزئية الخاصة بانه بيراميدز شارك الموسم اللي فات في السوبر وابتدى ان هو يتأقلم مع الاجواء اللي بتتكلم عليها واجواء الامارات واجواء الجماهير وطبعا مع جماهيرية النادي الاهلي، فاعتقد والضغط اللي كان يمكن بيقع على لعيبة فريق بيراميدز في التوقيت ده اعتقد كانت كمان مباراة قدم فيها كلا الفريقين عرض ممتع جدا ويليق باسمائهم. هل ممكن نقول انه ده ممكن يزود كفة او يرجح كفة بيراميدز النهاردة على مودرن فيوتشر ولا ملهاش اي مقاييس تماما؟ وزود عليهم طبعا بيراميدز كمان لعب نهائي الكاس مع النادي الاهلي، فانا قلت في البدايه ان بيراميدز عنده خبرات كويسه، لعب نهائيات قبل كده، واخد على الاجواء، عنده لعيبه دوليه، اللعيبه دي كانت بتلعب في اهلي وزمالك، فلعبوا قبل كده نهائيات، لعبوا قبل كده في اجواء مختلفه، دوليين، اعتقد ان هم على الورق، على الورق، احنا دايما بنتكلم على الورق، ولكن حاله اللعيبه في نفس اليوم يا فرح هو دي اللي بتفرق، حاله اللعيبه والتوفيق. برضو لا يستهان بفريق فيوتشر، عنده لعبة كويسة صحيح. جدا عنده حارس خبرة كبيرة جدا جنيش، فأنا شايف أن الكفتين كويسين، ولكن بيراميدز أقوى لأن بيراميدز عنده حلول كتيرة جدا، عنده مميزات في كل الخطوط سواء في حراسة المرمى. النهاردة تتكلمي في الشناوي غايب، هتلاقي شريف إكرامي موجود، تتكلمي في خط الدفاع 2-3-4 دوليين، تتكلمي في نص الملعب لعبة مميزة جدا، لعبة كانت في فيوتشر راحت بيراميدز أكيد هيبقى صراع كبير جدا. هل ممكن نشوفهم بيشاركوا يا كابتن امير؟ يعني خلال الفترات اللي فاتت ما ابتديناش لسه نشوف بوبو، ما ابتديناش لسه نشوف مهند، ما ابتديناش لسه نشوف مرعي، يعني بشكل كبير جدا مشاركتهم لسه مش من المشاركات الاساسيه مع الفريق، ممكن نبتدي نشوفهم النهارده من بدايه المباراه؟ اكيد وارد، لان خلي بالك غيابهم قبل كده كان غيابات لاصابات. فطبعا ما كانوش جاهزين ان هم يبداوا اللقاء. المدير الفني هنا وهنا دايما بيعتمد على اللعيب اللي هو بيبقى مثلا يقول لك يلعب الفريق القديم، في حلين، حاجه او حل تاني بيبقى ان بيتكلم معاه ان هو مثلا دي فرصه كويسه جدا، ده ناديك اللي انت كنت تلعب قدامه. في ناس بتبقى مثلا بتتكلم معاهم اللي هو من غير ضغط عصبي، العب ما يهمكش، ما فيش مشكله، وحاول تكون هادي، لان طبعا اللعيبه بتبقى متحمسه جدا. اللعيبه مش بعاد عن بعض، موجودين في المنتخب على طول، ولكن زي ما قلت لك النهارده اعتقد مهند وبوبو كل الناس دي، يعني ممكن مهند شويه بيشارك بصفه اساسيه مع بيراميدز او موجود بشكل كبير جدا من ساعه ما انتقل. بوبو كان فيه اصابات، ولكن هو طبعا اكيد رجوعه هيبقى مميز جدا. كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه دوليه، اعتقد ان بيراميدز هيكون كفته ارجح، لان زي ما قلت لك اللعيبه مميزه، لعيبه دوليه، عبد الله السعيد خبره كبيره جدا اكيد هيفرق مع بيراميدز، عنده حلول كتير جدا بيراميدز اكتر، ولكن فيوتشر لا يستهان به. عنده لعيبه قويه جدا جدا، دايما بيلعب بشكل هجومي، فحاله اللعيبه خط الوسط في كلا الفريقين من وجهه نظرك شايف خط الوسط هيكون اقوى في انهي فريق؟ اعتقد هيبقى في بيراميدز. بيراميدز عنده لعيبه مميزه، بيراميدز كمان بيلعب بشكل متوازن، عنده الحته الهجوميه قويه جدا، عنده عبد الله السعيد تصير كويس جدا، عنده خبره كبيره، يمكن بس حته سترايكر في بيراميدز لسه سترايكر، لكن هو الشغل كله بيجي من تحت من الجناحات. من الجناحات طبعا ومن العمق، ولكن شايف فريق منظم، خطوطه متقاربه جدا، فيوتشر عنده لعيبه قويه، لعيبه منظمه، بيلعبوا على الهجمه المرتده كويس جدا، فانا شايف ان الـ يعني
زي ما قلت لك حاله اللعيبه والتوفيق مهم جدا. يعني شوفنا النادي الاهلي قبل كده في كاس العالم انديه، اول ماتش كان كويس جدا مع التوفيق، ثاني ماتش ما كانش فيه توفيق مع سوء تحكيم من الاداره التحكيميه، كان كانش قد كده. الماتش الثالث العالم كان فيه توفيق وكانت اللعيبه مركزه. صحيح. فهي حاله اللعيبه مهمه جدا، احنا على الورق بنقول، ولكن حاله اللعيبه هنا هل كل لعيب ملتزم مركز موفق ولا لا، دي بتفرق طبعا. في الحاله دي في نفس يعني في اليوم الحاله بتختلف بتاعت اللعيبه يعني. بالتاكيد. عايز انتقل معاك لعبد الله السعيده على الاخص، انضمام اي لاعب للمنتخب المصري باللغه الكوره كده وبالحياه بنقول بتفتح نفسه. طبعا شايف انه عوده عبد الله السعيد رغم اتخاذه هو القرار بالاعتزال الدولي، اتخاذ اللاعب القرار ودي ما بتكونش سهله على اي لاعب، انه يتخذ القرار وانه بعد فترات طويله يشعر بالتقدير من جانب الاجهزه الفنيه وان هم اللي يطلبوه بالاسم وانه يكون متواجد، ورغم ان حضرتك عارف طبعا ان بيكون في بعض الايه الناس اللي بتشكك والناس اللي بتقول وليه عبد الله السعيد ينضم وليه عبد الله السعيد يرجع، لكن الراجل امبارح طلع وضح انه خبرات عبد الله السعيد تواجده في المكان ده وانه بحاجه لنوعيه اللعيبه دي معاه في المنتخب المصري. التقدير المعنوي ده بيخلي اللاعب في قمه تركيزه وفي قمه زي ما نقول كده النشوه بتاعته ويكون مركز ومنتعش. فالنهارده ممكن نشوف عبد الله السعيد بنسخه جديده بعد انضمامه للمنتخب او عودته للمنتخب المصري مره ثانيه. عبد الله طبعا لعيب كبير وشهدت فيه مجروحه، وطبعا التخبطات ده اكيد بتحصل ان حد يتكلم على لعيب معين او كده. احنا في مصر هنا متسرعين في القرارات، في الاول وفي الاخر هو قرار المدير الفني هو الحاسم. يعني الناس بتتكلم على عبد الله، بتتكلم على مستوى مش عارف مين على مين على مين في الاخر، او بتتكلم على فتوح وليه فتوح انضم. برافو عليك، لسه كنت هتكلم في البوينت دي ان انت النهارده ايه اشمعنى فتوح وصبحي انضموا، طب في مشاكل في الاول وفي الاخر الناس بتتكلم، لان طبعا طبيعي ان كل اي حد هيتكلم في الحوار ده، ولكن هو في الاول وفي الاخر المدير الفني هو الحاسم، وفي الاخر هو المسؤول وهو اللي شايف. فقيمه عبد الله هنا، عبد الله مش لعيب صغير، لعيب كبير عنده خبره دوليه كبيره جدا، لعب فترات كبيره جدا، سنه على الورق يعني مش صغير، ولكن اداؤه مبهر، اداؤه مميز مختلف، بصمته مختلفه. شايف ان قليل جدا او يمكن معدوم الموضوع ده ان في حد قصير زي عبد الله السعيد، يمكن باستثناء قفشه شويه، لكن عبد الله مهم جدا. عبد الله ان هو يعني اعتزاله ومدير فني يطلبه زي ما انت قلتي اكيد دي حاجه كبيره جدا، وانت قلتي كمان ان اللعيب دايما لما يتعامل نفسيا وبتقدير اكيد تبقى مختلفه جدا. عايز اقول للناس ان لعيب الكوره لازم يتعامل نفسي كويس، لازم يتقدر. التقدير فعلا انا شفته بره، شفته بره بشكل كبير جدا لما رحت درست بره وسافرت بره، الموضوع مختلف تماما، الناس بتقدر. يمكن انا كنت في باخد لايسنس بتاعتي من دبي الامارات، الموضوع مختلف يعني، يمكن هناك في ناس حبايب جدا، كابتن زكريا العوضي ده حد قيمه كبيره جدا، زي كابتن احمد ناجي وكابتن فكري صالح هنا كانوا طبعا بيتكلموا معايا بشكل كويس جدا وكل حاجه. رفجت بيه هناك قال لي الشغل شغل والموضوع مختلف تماما. في الاخر خالص قدروني وجابوا لي تيشيرت الامارات وكرموني. فالتكريم للعيب الكوره مهم جدا. عبد الله اكيد لما عرف القصه دي ان هو راجع والناس بتطالبه والجهاز الفني بيطالبه اكيد مختلف تماما، وهيفرق معاه النهارده في اللقاء، لان عبد الله قيمه كبيره. ولما يكون انت مثلا لعيب كوره اعلن اعتزاله ويجي مدير فني يطلبه وعاوزه تاني اكيد بتختلف، وهنشوف اداء عبد الله كمان في المباراه ده غير انه كان لسه متكرم بجائزه انه هداف المباريات السوبر. طبعا في الحفل اللي تم يعني تحضيره ما قبل المباريات والاعلان عن الفرق اللي مشاركه، فطبعا اعتقد انه زي ما حضرتك بتقول اكتر من موقف تقديري للاعب خلال الفتره الاخيره بالتاكيد هيفرق معاه معنويا. انتقل معاك لفيستن مايلي. فيستن مايلي بيسبب خطوره بالتاكيد على اكتر من فريق في المشاركات من اللعيبه المميزه، ومنذ انضمامه لفريق بيراميدز هو بالتاكيد لاعب بيصنع الفارق. عايز اعرف منك، شايف من وجهه نظرك النهارده ريكاردو ازاي ممكن يتعامل كمدير فني المودرن فيوتشر امام فيستن مايلي ويحاول ان هو يسيطر على خطوره اللعب؟ هو طبعا اكيد لعيب مميز جدا، اكيد لو مش لعيب مميز اكيد يعني
من بعيد والمسؤولين في نادي بيراميدز مش هيجيبوه، هما بيدرسوا كويس قوي اللعيبه اللي موجوده، دايما بيبصوا على اللعيب الدولي، اللعيب الدولي قيمته كبيره جدا. فهو لعيب دولي في بلده، في نفس الوقت يعني لعيب مهم جدا في بيراميدز، وكل الناس بتساعده اكيد في بيراميدز وهو بيساعدهم، فاعتقد ان هو لعيب مميز. واكيد المدير الفني للفيوتشر اكيد عامل حساب مش ليه بس، هو عامل حساب لعبد الله سعيد وكل اللعيبه اللي موجوده في بيراميدز مميزين، الاطراف مميزه جدا في بيراميدز. فانا شايف المديرين الفنيين اكيد هيبقوا عاملين حساب لبعض كويس جدا، اللعيبه كمان حتى تبقى عامله حساب لبعض. المهمه البطوله مهمه جدا ليهم هما الاثنين، كل واحد بيطمع ان هو يحقق انجاز. فانا شايف ان المباراه تبقى قويه، خلي بالك الاجواء هناك كمان بتساعد ان اللعيبه تبقى بتأدي بشكل كويس، اللعيبه كمان العيون عليها بره، اكيد كل واحد هيثبت ذاته وهيثبت نفسه، في خبرات هنا وفي خبرات هنا، مدربين فنيين على خبره كبيره جدا. كابتن علاء بيهوب كمان فارق جدا مع فيوتشر في الحته الاداريه واكيد في الحته الفنيه، لان هو طبعا اسم كبير. طبعا قبليه كابتن عبد الظاهر السقا كان شغال بشكل كويس، وكابتن علاء بيهوب بيكمل، ولكن انا شايف ان المباراه صعبه، صعبه صعبه جدا. وانا شايف ان حتى كمان انت لو تعادلت اعتقد ان مفيش اكسترا تايم، في ضربات ترجيح على طول باستثناء الفاينل، اعتقد هو اللي فيه اكسترا تايم. فكل فريق عايز يخلص من بدري، عايز يرتاح، عايز يأدي بشكل كويس، عايز يأدي يعني يثبت سيطرته على اللقاء. ولكن المباراه انا اعتقد ان هي يعني على اساس ان اللعيبه اللي موجوده لعيبه عندها خبرات كبيره جدا، ممكن تبقى 50-50 مش هقول 50-50، ممكن 60 لبيراميدز 40 لمودرن فيوتشر. لكن كله عاوز يسيطر من المباراه، عاوز يخلص من المباراه في الاول، كل واحد عايز يجيب جول في الاول. لكن اعتقد ان هيبقى فيه اول ربع ساعه و10 دقائق كده في التزام من التزام التكتيكي من كلا الفريقين، واللي هيستغل الفرص زي ما قلت لك، الفرص هي اللي بتحدد، والتوفيق وحاله اللعيبه تتحكم في مجريات المباراه. بالظبط. لو حطيت عنوان لمباراه اليوم للنادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا، هل هتقول حاله من النشوه بيعيشها النادي الاهلي تجعله يفوز بالمباراه، ولا هتقول مباراة خارج كل التوقعات تجمع ما بين النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟ هي أكيد مش خارج التوقعات، لأن أكيد مش خارج التوقعات، أكيد مش خارج التوقعات، لأن زي ما قلت لك على الورق برضو النادي الأهلي زي ما أنت قلتي جاي نشوة كبيرة جدا. النادي الأهلي بيأدي بشكل كويس، النادي الأهلي عنده لعيبة مميزة كبيرة جدا، عنده مش عايز أقول أساسي واحتياطي، لأن هو طبعا مستر كولر بيعمل روتيشن كويس جدا، عنده في كل مركز 2-3، وأعتقد من وجهة نظري إن هو النهاردة ممكن يغير بعض اللعيبة، مش كتير، ممكن 3-4 لعيبة، لسببين مش ليس تقليلا من سيراميكا، الإجهاد، إجهاد. أنت بتتكلمي في اللعيبة لعبت في وقت قليل جدا بطولة في التوب ليفل، محتاج مجهود ذهني، محتاج مجهود بدني، انك انت تقدر تخرج الكلام دوت من اللعيبه. بتتكلمي تاني يوم سافروا سفر مرهق شويه بغض النظر عن الساعات الطيران، ولكن انت بتتكلمي في لعيبه كتيره جدا لعبت بشكل اساسي، لانه مثبت التشكيل كان في البطوله عايز يعمل حاجه، كان طموحات اللعيبه ان هم يوصلوا النهائي، ولكن طبعا هم ادوا بشكل كويس جدا، ما كانوش موفقين في سيمي فاينل، وكانت فرصه كويسه جدا ان النادي الاهلي يوصل للنهائي، لان في النسخ اللي قبل كده كان دايما النادي الاهلي حظه وحش ان هو في سيمي فاينل بيلعب الفرق الكبيره التوب ليفل في اوروبا، فعشان كده كان ما كانش بيوفق بيخسر، فبيلعب على ثالث ورابع. اللعيبه كان عندها فرصه كويسه جدا، ولكن انا شايف من وجهه نظري ان مستر كولر هيغير بعض اللعيبه للاجهاد، وكمان في نفس الوقت اكيد على راسهم محمد هاني ووجود اكرم توفيق النهارده، اعتقد ممكن كمان يغير حد في الدفاع، ممكن علي معلول نشوف كريم الدبيس بيشارك، وخصوصا ان كمان سيراميكا عارفه لعيبه النادي الاهلي كويس، وطبعا شافت ممكن كمان الفرقه كانت بتتفرج على النادي الاهلي في المطار وهم مسافرين وحاجات كده، هم عارفين النادي الاهلي. ولكن مستر كولر هو ذكي جدا في الحتت اللي زي دي، لان الوقت قليل جدا، اللعيبه مجهده، اعتقد ان هو وكمان اللعيبه مساعده، وهو كمان مساعده اللعيبه ان هو عامل في حته تنافسيه بين اللعيبه، وفي سيستم محطوط ايا كانت مين اللعيبه اللي موجوده بيمشوا على السيستم. فاعتقد ان هو ممكن يغير النهارده، وفي نفس الوقت يعني عارف ان سيراميكا عنده لعيبه مميزه جدا بيأدوا بشكل كويس جدا، كابتن ايمن الرمادي من المدربين الكويسين جدا، وكمان من خبراته ان هو كان عنده خبره ان هو كان بيدرب في الامارات، فعارف الاجواء، راح بدري اسبوع
عشان اللعيبه تاخد على الاجواء اللي موجوده. فانا شايف ان هو يعني اكيد عامل حساب النادي الاهلي واللعيبه عامله حساب النادي الاهلي، ولكن عندهم حلول برده كويسه جدا. عندهم طبعا بسام في حراسه المرمى، لسه هسالك على محمد بسام بما انك بتتكلم على الخبرات واشرت لوجود جنش في مودرن فيوتشر، تعليقك ايه على اداء محمد بسام خصوصا انه نتائجه جيده مع سيراميكا وانه دايما بيكون حريص على فكره الكلين شيت؟ يعني محمد بسام من اللعيبه اللي تلاقيه حريص جدا على الالقاب او على ان هو يفكر في الكلين شيت او دايما ان هو يكون بيصنع الفرق مع فريقه. هي اكيد دي تبقى يعني جزئيه مهمه، ولكن مش انا اعتقادي ان هو ما بيدورش على الحته دي على قد ما هو بيدور ان هو يبقى يعني ليه دور مع الفريق وليه بصمه مع الفريق ويشيل الفريق بلغه الكوره. يمكن انت قلت ان هو بيأدي بشكل كويس الفتره الاخيره، ولكن انا من وجهه نظري بسام في بدايته مع سيراميكا ما كانش احسن حاجه. كان في الجيش طبعا بيلعب بشكل صحيح. كويس بيلعب، كان كابتن الجيش ولعب سنين طويله، اكيد خد خبرات كبيره جدا، لعب نهائيات كتير جدا وخصوصا ضد النادي الاهلي، وهو كمان بيعمل ماتشات كويسه جدا ضد النادي الاهلي لان خبراته كويسه جدا، حارس خبره كبيره. وكان في تنافس في الاول مع عامر، ده كان برضه ضغطه نفسيا شويه وذهنيا، فاعتقد ان هو الاداء ما كانش احسن حاجه، كان لسه ما اتطبعش بطبع سيراميكا. فتره انتقاليه كانت صعبه بالنسبه له ان هو يسيب الجيش، كابتن جيش فتره كبيره جدا، واعتقد من وجهه نظري كان عنده عروض تانية لكن هو اختار سيراميكا. فهو عنده خبره، لكن الفتره الاخيره خلاص عامر مشي، الضغط النفسي قل شويه، ابتدى يلعب بهدوء ذهنيا. طبعا لياقته البدنيه مش من 3 4 سنين مش زي دلوقتي، لكن هو بيتعامل بالخبرات. في ميزه فيه ان هو بيلعب باستمتاع وبيعتمد على الكره الاولى، مش كلين شيت، بيعتمد على الكره الاولى في اللقاء، ان دي بتدي ثقه كبيره جدا ليه وبتدي ثقه لاي لعيب، اي لعيب ايا كانت نجوميته لازم يبدا بتركيز، يبدا باللعب السهل في الاول، اكيد بيركب الجيم. فاعتقد ان بسام كمان خبره كويسه، اسمه تردد تاني في منتخب مصر، اكيد هيديله برده دفعه قويه. شايف ان هو النهارده شناوي وبسام ليهم دور كبير جدا في اللقاء، من ناحيه التركيز، من ناحيه ان هو يكون فايق بلغه الكوره في الجيم. ولكن طبعا الشناوي يعني في مكان تاني، خبره كبيره، بيلعب بشكل اساسي، لعب كل جميع البطولات سواء مع المنتخب في كاس افريقيا، لعب كاس عالم، لعب اولمبياد. انا بتكلم على الشناوي مش من دلوقتي، كان على الشناوي من 5 سنين. من 5 سنين لا، والفتره الحاليه كمان يا كابتن امير في قمه تالق الشناوي. وعايزه بقى يعني هنروح لفاصل ونرجع نتكلم على محمد الشناوي، تعليق حضرتك عليه ايه وادائه، وايضا هل هو التوقيت المناسب لاحتراف محمد الشناوي ام استكمال المسيره داخل جدران القلعه الحمراء؟ انا اعرف التعليق من حضرتك، ولكن استاذنك واستاذن مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظر. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم فقرتنا مع ضيفنا اللي نورنا النهاردة الكابتن أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق. عودة لحضرتك يا كابتن أمير مرة تانية، كنا بنتكلم في جزئية هامة جدا بخصوص احتراف محمد الشناوي، لاعب من اللعيبة ادى للنادي الأهلي، النادي الأهلي اداله وأضاف ليه من خبرات، من وجود، من انتماء، من حب جماهير، من مكانة، من كل حاجة. هل التوقيت المناسب إنه محمد الشناوي يتخذ قرار الاحتراف، وانه نقول انه النادي الاهلي حضر نفسه انه يكون في بديل امثل لمحمد الشناوي خلال الفتره القادمه، ولا لا من وجهه نظرك شايف انه ممكن ياجل شويه الخطوه دي؟ انا شايف من وجهه نظري ان كان ممكن من سنه، كان توقيت كويس، لكن ليه بقى؟ لان كان في طبعا علي لطفي. علي لطفي كان موجود، عنده خبره كبيره، لاعب دولي، لعب مع النادي الاهلي، اتحط تحت ضغوط، ومعاه طبعا مصطفى شوبير، مستقبل كبير جدا، مصطفى من الحراس الموهوبين، عنده شخصيه، ابن من ابناء النادي، عارف يعني قيمه النادي، من الشخصيات اللي بتتعلم. حمزه علاء منتخب اولمبي، حارس مميز وموهوب. مصطفى مخلوف حارس مرمى شباب وليه مستقبل. لما كان علي موجود كان ممكن، لما يعني اتسالت قبل كده كان يعني فرصه كويسه ان الشناوي كان ممكن يسافر ويحترف، ولكن الوضع اختلف دلوقتي ان علي مش موجود، فطبيعي ان لو النادي الاهلي قيمه كبيره، النادي الاهلي لازم يكون موجود 2 حراس على الاقل كبار وعندهم خبرات. النهارده لو الشناوي في التوقيت ده سافر احترف،
هيبقى عندك مصطفى شوبير حارس زي ما قلت لك موهوب وعنده شخصيه، ولكن يعني الناس مش ليس تقارنا في مصطفى، لكن الناس هتقارن. هيحصل زي ما حصل معايا مع الحضري، لما الحضري سافر فجاه الناس بتقارن، الناس عندها ثقه في امير والجمهور عنده ثقه في امير، ولكن المقارنه غصب عنك انك انت هتقارني بالحد السابق مع الحد الحاضر زي ما بيقولوا، هتبقى المقارنه ظالمه لمصطفى، فانا مش عاوزه يتحط تحت ضغوطات. دلوقتي النادي الاهلي بيشارك في بطولات كبيره جدا، النهارده لا قدر الله حصل حاجه لمصطفى، الحراس التانيين لسه عندهم الخبرات مش قويه ومش احسن حاجه دلوقتي، فانا شايف ان النادي الاهلي الا اذا النادي الاهلي دعم صفوفه بحارس مرمى بقدر محمد الشناوي او عنده نفس الخبرات في الدوري المصري بقيمه محمد الشناوي، صحيح ام لا؟ ممكن من يعني صح زي ما انت بتقول يا فرح، ولكن مين الكواليتي اللي هتيجي جاهزه خبره تتحط تحت ضغوطات؟ في اكتر من حارس يعني، احمد الشناوي كان في اسماء برافو عليك كده بتتقال بتتردد برافو عليك انه ممكن ده الوحيد اللي ممكن، ده الوحيد اللي من سنين اللي انا من وانا في النادي المصري يعني حاجه يمكن اول مره اقولها لك وعلى اقولها في اون تايم سبورت لان دي من القنوات انا بحبها الصراحه، احمد الشناوي انا عرضته على النادي الاهلي من وانا في المصري بورسعيدي من حوالي 12 13 سنه لان كان طبعا الناس قالت لي ان انت رايح عندك حارس كويس، فانا رحت اشوف الحارس الكويس لقيته لا هو مش كويس، هو حارس موهبته مسابقه سنه سنين لقدام. وعرضت على النادي الاهلي، كلمت كابتن سيد عبد الحفيظ ساعتها قلت لهم ده مستقبل كبير جدا، موهبه كبيره جدا، ده الوحيد اللي ممكن، ولكن انا ليس تقليلا من الحراس التانيين، حراس التانيين على اعلى مستوى، ابو جبل، جنش، عواد، صبحي، بسام، عامر ابو السعود بيأدي بشكل كويس جدا، مش عايز انسى مهدي سليمان، والهاني سليمان خبره، يعني الحراس دي ما اعتقدش ان هم هتسيب انديتهم، الحراس اللي احنا بنتكلم عليها دول عدوا السن، السن تتكلمي في حاجه و30 من 33 وانت طالعه. يمكن الشناوي مختلف شويه احمد لان هو سنه مثلا في ال 32 33 بالنسبه لحارس مرمى كويس مش وحش، ولكن هو عنده امكانيات، عنده خبرات كبيره جدا سابقه دوليه، عنده خبرات في الدوري، عنده موهبه غير طبيعيه، يمكن بعد شويه ممكن يكون اثر في حق نفسه شويه، اصابات عطلته، ولكن هو طبعا رجع تاني ولما تيجي تسال زمايله الكابتن امير بتتفاجئ بنفس الاجابه، يعني كان ليا حوار سابق مع احمد عادل عبد المنعم من الحوارات اللي افتكر فيها جدا اكد على مين من وجهه نظرك افضل حارس مرمى، ذكرها وقال كده تحت عنوان اللاعب الوحيد اللي عنده ستايل خاص بيه، في حاجه كده في حراسه المرمى اسمها انه عنده ستايل خاص بيه، هو احمد الشناوي، فاعتقد انها يعني الموهبه ما بيختلفش عليها حتى زمايله نفسهم. نفس الكلام اللي انا قلته احمد عادل، بس انا يمكن اكتر حد اقول لك على احمد الشناوي ليه؟ انا اتمرنت معاه، انا عشت معاه، لعبت معاه لدرجه ان انا عملت حاجه الناس هتقول لي ايه اللي انت بتعمله محدش بيعمل كده. ان انا كنت بطالب الجهاز الفني ساعتها كان كابتن طلعت يوسف وكابتن محمد حلمي وكابتن حسام حسن كابتن طه بصر الله يرحمه، كنت بطالب ان احمد الشناوي هو اللي يلعب لان كانت عين تحب تشوفه، يعني الشناوي تحب تستمتع بيه. كابتن طلعت يوسف كان بيحط التدريب ويحط كل حاجه وكان يجي يتفرج يحط كوره كده يقعد عليها ويتفرج عليا انا واحمد الشناوي. جمهور بورسعيد كان نص بيروح للعيبه في التقسيمات وشوتنج والكلام ده والنص التاني بيجي لنا على احمد الشناوي. هو ممتع، عينك تحب تشوفه، ستايل مش هتكلم على الستايل بس، انا بتكلم على الموهبه. وبعدين زودي عليه الستايل بتاعه، تكلمي على حارس ستايل اوروبي. اوروبي. وانا كنت بقول من وجهه نظري ان هو من 3 4 سنين 5 سنين كان لازم يحترف في اوروبا ويلعب في التوب ليفل في العالم، وهو راح فعلا اعتقد فيا ريال معايشه، ولكن هو من الحراس الموهوبه اللي ممكن، ده الوحيد اللي ممكن يعوض غياب الشناوي. الحراس التانيين طبعا على اعلى مستوى لكن الاعمار السنيه مختلفه، فانا شايف ان هو الوحيد. امنيتك انه احمد الشناوي ينضم للنادي الاهلي، واعتقد يا كابتن امير انها يعني شهاده تحترم جدا من حضرتك، في نفس التوقيت كنت زميل لي وكنت زي ما بتقول يعني شهادتك فيه بمنتهى الموضوعيه، وبتقول انه في نفس التوقيت اللي كنت متواجد معاه فيه كنت بتبقى عايز الناس تتابعه هو وتتفرج عليه هو وتشجعه هو، ده شيء طبعا يحترم جدا من حضرتك. لدرجه فرح معلش سريعا كده،
كان هو عمل ماتش اهلي واسماعيلي كان جامد جدا وده اللي علق اسمه شويه انا كنت مصاب ساعتها في رحنا لعبنا سموحه كان ما كانش موفق في, في اليوم ده انا طلبت الكابتن طه بصوا كنا بنلعب على المركز الثاني والثالث ساعتها قلت له معلش هو كان راح كاس العالم في كولومبيا ناشئين او شباب طلبت من الجهاز قلت له الشناوي هو المستقبل لمصر مش للنادي المصري خليه يلعب ياخد ثقه كان ماتش المقاولين عندنا المفروض انا هلعب بقى لانه كان ما كانش موفق ورجعت من اصابه كلمت مع الكابتن طه ان عشان خاطري ان هو يلعب ياخد ثقه كان صلاح بيلعب والنني كان بيلعب في المقاولين كان فريق قوي جدا ف قلت له بس ياخد ثقه لانه رايح اولمبياد بعد كده هيرجع لنا انا كده كده سنه سنه ونص ممكن ما كملش كان هو المستقبل بعد كده فانا شايف ان هو قيمه كبيره جدا ومن الحراس الممتازين صراحه كل التوفيق لكل لاعبتنا في الدوري المصري شكرا جزيلا يا كابتن امير لوجود حضرتك معانا النهارده بنتمنى كل التوفيق لكل الانديه المصريه اللي مشاركه النهارده في بطوله السوبر باذن الله ونستمتع بالمباريات بس يا فرح انا سعيد اني كنت معاكي النهارده طبعا شاشات قناه اون تايم سبورتس بتمنى طبعا اخر حاجه التوفيق للاربع فرق واتمنى التوفيق للنادي الاهلي بما ان انا اهلاوي اللي انا عايزه اكتر ان احنا بنمثل مصر اربع فرق بتمثل مصر اتنين حكام مصريين عايزين ننقل الصوره كويسه جدا للوطن العربي بتمنى التوفيق ليهم الشكل يبقى كويس احنا بنمثل مصر وان شاء الله الناس تستمتع باللقاءات ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا وللتوقيت اللي بنستعرض معاكم ابرز تعليقاتكم اللي جات لنا على سؤال الحلقه وتوقعاتكم على المباراتين اليوم وابرز التعليقات اللي جات لنا كانت كالتالي احمد عبد الحميد صباح الوردي يا استاذه فرح توقعاتي لمباراه السوبر اليوم فوز بيراميدز على مودرن فيوتشر 2-1 فوز النادي الاهلي على سيراميكا 2-0 عادل سعودي صباح الخير يا فرح صباح الخير اتوقع فوز الاهلي على سيراميكا 2-0 فوز بيراميدز على فيوتشر اهلاوي وافتخر اما مدحت منتصر بيقول صباح الخير وسنه جديده سعيده علينا جميعا يا رب اتوقع فوز بيراميدز 1-0 وفوز الاهلي 2-0 اما عن اخر تعليق من طارق الزيدان بيقول صباح الخير عليكي يا فرح صباح الخير فوز فيوتشر 2-0 وفوز النادي الاهلي 3-0 مشاهدينا انتهت حلقتنا من صباح اون تايم يتجدد لقائنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس اشوفكم غدا باذن الله وحلقه جديده ويومكم خير وسعاده وفرح